نتكلم بقى على أصحاب برج السرطان في توقعات لشهر فبراير لعام 2019. في البداية كان برج السرطان في شهر يناير كان عندهم مسؤولية كانت كبيرة شوية، لكن هم يعني كانوا أقوياء وعدوا منها. كان عندهم أجواء حب ورومانسية عالية جدا، كان في بعض منهم كان عنده بشرة زي زواج أو بيبي جديد، أو يعني كان عندهم حاجة حلوة او مناسبة حلوة. شهر فبراير مكمل معاك بالطريقة دي برضو، بس انت عندك شوية كسل عن الحبيب، او في الحالة العاطفية عندك فيها كسل شوية. حاول ما تتكسلش عن الحبيب، لان يعني انت عندك حالة حب حلوة جدا ومزدهرة، فما تحاولش ان انت حاجة تانية تاخد من وقت حبيبك المخصص ليك. يعني اهم حاجة بقى البرج السرطان، حاول ما تدخلش حد في علاقتك ما بينك وما بين الحبيب. حاول ان يعني ما حدش يخش في مشاكلك، حتى لو في ما بينكم مشاكل ما تخليش حد يدخل فيها عشان المشاكل ما تكبرش. ما تسمعش كلام لحد يتدخل في حياتك ما بينك وما بين الشريك. ده كده بالنسبة للعاطفيا لأصحاب برج السرطان. أما بقى من ناحية المهنية لأصحاب برج السرطان عن أما بقى من ناحية المهنية زي ما قلنا، أو المال لأصحاب برج السرطان، عندهم يعني شوية صعوبات أو يعني حاجات هيواجهوها، سواء مشاكل قانونية أو مشاكل في العمل عامة. دي يعني حاول ان انت تكون مسيطر على نفسك، ما تحاولش ان انت تعمل انفعالات تضر بمصلحتك بعد كده. حاول ان انت تكون هادي واخد الامور بعقلانية شديدة جدا جدا، انت برج اصلا عقلاني، فحاول ان انت تاخد الامور بعقليتك وهدوء، ما تخليش حاجة ان هي توصل بيك ان الانفعال او نرفزة تخسرك. عندك ده في شهر فبراير، لكن في نهاية الشهر الموضوع يعني هيتحل ان شاء الله، فما بلاش اللي هو القلق. يعني حاول ان انت تكون متفائل ان المشكلة اللي عندك هتتحل. ده معظم برج السرطان عندهم بالفعل عندهم مشكلة فعلا، لكن في بعض من اصحاب برج السرطان يعني كمهنيا او الوضع المالي هو ماشي عادي جدا. ده كده بالنسبة لتوقعات برج السرطان لشهر فبراير لعام 2019. بشكركم.